شباب رقصوا معي، بدي اشرح لكم شوية شغل. هذا شو؟ احلى اشي ممكن تشوفه بحياتك. فعلا هذا اكثر اشي شفته بحياتي. حلو يا اسد. والله بجنن. طيب اقعدوا خليني اشرح على اسد. قعدنا اشرح لنا يلا. هذا 1063. ايه ايش بدك تكتب؟ احكي لي عشان نشرح لك احنا. ايش بدك تكتب؟ هذا 136. هذا 136. هذا 1563. شيء عربي وشيء انجليزي. تشرح لناش عن اخوان. والله العظيم بخاف منه، بس افكر. لا تفكر دكتور علي يا ابراهيم. يحيى الدكتور؟ لا دكتور نفسي. طيب ايش من عنده؟ اسمع اسمع حبيبي. هسه العالم الاحداث اللي قاعدين بنمر فيها صامد ما تتعب نفسيته. والله لازم افكر. والله اول مره بفكر صح. امشي يلا اخوان. طبعا دكتور علاء هو جارنا، المكتب اللي جنبنا. يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور علاء يعطيك العافيه. دكتور يحيى عنده سؤال، مش عارف دكتور يحيى. اسالك سؤال، هسه احنا الاحداث اللي قاعدين بنمر فيها نفسيتنا عم تتعب، فكيف بدنا نضل صامدين يا دكتور؟ سؤالك كثير والله، سؤال عميق. عميق جدا. هلا بداية يا صديقي يحيى، الأحداث اللي بنشوفها بتوجع وبتخوف وبتضايق وبتنكد علينا، صح؟ بس إنه نضلنا نحكي من ناحية سلبية إنه شو اللي عم بصير بس هناك من ناحية سلبية، إله جزئين. جزء إنه لازم الناس تعرف شو اللي عم بصير، والجزء الثاني إنه إحنا لما نعرف، لما الناس تعرف هذا الإشي كيف بيأثر علينا. لما يكون واحد قاعد أنا مش قادر أساعد إخواني اللي هناك، بس عنده شعور بالذنب جواته، بصير يتضايق. أنا شعور إنه ضعيف، شعور شو أعمل؟ طب شو أسوي؟ ففي ناس راحت على مقاطعة، وفي ناس صارت تحكي إنه إحنا بدنا نشجع منتجات بلدنا من ناحية اقتصادية وغيرها. هلا هذا الإشي كتير منيح، بس كمان في إشي إيجابي في الموضوع. أول شيء إحنا بنتعلم من إخواننا بغزة كيف عم بصمدوا، كيف عم بتحملوا. هاي هي المشكلة دكتور. إنه ايش كيف نضل صامدين زيهم؟ ماي شكرا. هلا احنا ما بنقدر نكون زيهم، احنا بنتعلم منهم، مش هنتعلم من بعض. اها. هلا احنا لما نشوف واحد منهم مثلا، بشوف ابوه استشهد، شو بصير يحكي؟ بيبكي شوي، بده بيقول لك الحمد لله ابوي شهيد، فبصير اقوى. احنا بدنا نتعلم منهم كيف نكون صابرين، كيف نتحمل، كيف ندعمهم بعدين. كيف ممكن ندعمهم؟ الدعم ممكن يكون على اشكال كثير، ممكن نضلنا نحكي وما نوقف حكي، زي ما بتعمل انت، زي ما بيعملوا اصحابنا التانيين اللي المؤثرين على السوشيال ميديا، اللي بضلهم يحكوا عن الموضوع. في ناس كتير صارت من المجتمعات الغربيه صارت تعرف. صحيح. شيء ايجابي. صحيح. صارت في ناس. دكتور بس قطعنا السناب. بسيطه. الله يسعدك. الله يسعدك. هلا لما كنا نحكي قبل شوي حكينا عن موضوع التاثير، المؤثرين كيف بيسووا او كيف بيساعدوا، بس هلا كمان المؤثرين عليهم دور مهم جدا، انه نحكي عن موضوع الايجابيات في الموضوع. الإيجابيات اللي هي استعراض مثلاً القوة العسكرية للمقاومين. الإيجابيات إنه كيف تأثير هاي الحرب رغم الحصار اللي من سنوات طويلة جداً، كيف قدروا يطوروا حالهم. فمعناته أنت بتقدر تتعلم وتعمل من ولا إشي. فلما نيجي نحكي أنا ما بقدر، فهي مشكلتي أنا، مش مشكلة مكان معين. يعني هسا دكتور بلا مقاطعة كلامك، يحيى غلطان. يحيى غلطان. يحيى لا بسكتي. والله لا والله. كيف يعني؟ غلطان يا زلمه، اسمعني اقول لك. لازم تحكي، عم بحكي لك، لازم كمان تحكي عن الايجابيات اللي صارت. حكيت عن الايجابيات. بعرف بس يعني بشكل عام. بشكل عام اصلا الايجابيات لا تعصبش علينا ولا شيء يا زلمه. هلا شفت العصبيه اللي صارت؟ هاد في ناس عم بتعصب هلا. ليش؟ مش لانهم عصبيين، لانهم متضايقين ومش عارفين يعبروا عن غضبهم. والله رجلك صابرين. مش عارفين يعبروا. والله الدكتور نفسي. ومش عارفين ايش يسووا وكيف يساعدوا اخوانهم اللي هناك، هذا بيخليهم يتوتروا، بياثر عليهم. صحيح. في ناس ثانيين تاثرت بالاحداث، صاروا ما يعرفوش يناموا، صاروا ما يعرفوش ياكلوا، صاروا ما يعرفوش ينبسطوا زي زمان. صحيح. هذا الشيء سلبي. الان الاشياء الايجابيه اللي بتخلينا متحمسين وراح باذن الله ننتصر ونحرر اراضينا، هذا الشيء بده وقت. صح؟ أكيد. وبده تربايه وبده تاثير، والمؤثرين هذا دوركم، انه الجزء الايجابي في الموضوع. يعني هذا دورك ودور كل مشهور عم بشاهدنا حاليا من اخواننا وحبايبنا، انه ننشر الايجابيات، ما نركز بس على السلبيات. صح. في ايجابيات كثير عم بتصير. ايجابيات طبعا. صح دكتور. والله تاثير الحرب كيف صارت؟ كيف كنا نفكر اول عن الجيش اللي بيقاوموا المقاومه؟
كيف فينا نفكر انه لا يهزم؟ لا طلب ينهزم عادي زي جيش ثاني. دكتور شفت الانهيار الاقتصادي اللي صار عند جيش الاحتلال؟ شفت وسمعت وقرأت، وهذا الاشي إيجابي مليون بالمئة. يعني رغم انه بيجي بحكوا انه الصواريخ هاي وقعتوا بتسويش دمار بتسويش دمار زي او ضرر زي ما الصواريخ تبعت العدو بتعمل، ولكن هي ما عملت ضرر مباشر في البناية في المكان، بس عملت ضرر على مستويات اخرى. صحيح، صار بطل يقدر يشتغلوا، اقتصادهم صار ينزل. صحيح، هذا شيء ايجابي. نضل نحكي بس سلبي سلبي سلبي، طب الناس مش بتزهق، بتصير خلص فاقد الامل، انا مش عارف شو بدي اعمل. صحيح صحيح، فهمت علي؟ فهو مش بزهقوا الناس، الناس بتفقد الامل، تفقد مع الامل، مع انه لما يتطلعوا بزوايا ثانيه لا، في ايجابيات كثير. الاليات اللي بتتدمر هي ايجابيات كثير، الاقتصاد اللي بينزل هذا ايجابي كمان، فهمت علي؟ وهم هذا عملوا كلياته وهم عندهم مش ولا شيء، هي هالمنطقه اللي مسكره عليهم من سنين وعملوا كل شيء. والله دكتور عن جد في الصميم، هذا الاشي اللي كل حدا بيشاهدنا فعليا ويحيى وانا وعزات عم ندور عليه، انه في علامه استفهام بس فعليا في ايجابيات كثير جد لما تيجي تطلع جد في. والله شكرا دكتور، شكرا لك دكتور. بس اكيد عزات ما يقدر يشتري بيبسي، والله ما بيشتري، ما بيشتري بيبسي، ما بيشتري يا زلمه، هو بيشتري هاي الشركات الثانيه الاردنيه. صح، شفتها مش عارف، بس شبهها عشان نفس اللون، شبه بعض الشركات البيبسي. صح، شكرا دكتور على الحكي اللي اعطيتنا اياه، والله شكرا. تفضل، الله يسعدك دكتور. شكرا دكتور، شكرا شكرا. شو طلبك؟ المنتجات المحلية اللي حاليا بندعمها قاعدين، يا ريت تقدموا اوفرات. جد قدموا اوفرات للعميل. شوفوا يا اخوان، دقيقة اشرح لهم. اي صالون او سوبر ماركت او صيدلية او تعاون الجملة، طبعا اسعار جملة زي ما انتم عارفين، بياخذ من منتجات امه. منتجات امه هي كل شيء بخصوص الصالونات، وبشكل عام بكون في السوبر ماركت وفي الصيدليه. هون عندنا جل حلاقه كالونيا، جل عادي للشعر، الشامبو اللي هو بالفحم المنشط، رمواس كذا. شوفوا اي حدا بياخذ من يحيى من امه، اي حدا بياخذ من هاي المنتجات بيطلع له هذا الستاند فري. شوفوا قد ايه حلو الستاند، بينزل عنده فري. اثنين، بينزل عنده كياس امه فري. اعطيني كيس، شوفوا كياس امه. اوب اوه، شوفوا كياس امه يا جماعه، ينزل عنده كياس أمه فري، وبيأخذ ميدالية فري. فهاي الأوفرات اللي بيقدمها يحيى حاليا، فرجاء من المنتجات المحلية بقدم أوفرات. شوفوا الميدالية قد ايه حلوة. فيا جماعة قدموا أوفرات، المنتجات المحلية ضروري تقدموا أوفرات لأي حدا عم بدعمكم جد. يحيى في ناس عم تسأل شو أمه وشو علاقتك فيه. طيب إبراهيم، انطلاق أمه ب16، كان ب16 وب17 بلشت الاحداث. أه. فإلنا 40 يوم مش نسويه عشان الاحداث يا ابراهيم. حلو. عشان هيك اوكي. يا جماعه امبارح لما صورت كميه الناس اللي طلبت اوردرات مش طبيعيه، فان شاء الله بعد يومين. شو 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 كميه الناس ايش طلب منك؟ ولا حدا راح يطلب. اطلع برا انت، اسمع اطلع برا في المجلس. انا اصلا بطلع برا بدون ما اضطر. طلعنا برا، كمل. نحن طلع يا زلمه. اوكي يا جماعه، احنا بنعتذر للصالونات اللي طلبت او المحلات اللي طلبت او الصيدليات اللي طلبت، احنا بنعتذر. بس المبرر اوكي، بعد يومين راح يوصلوا كل اللي طلب. اكيد يعني هاليومين او اي حد، اخوان اي حدا طلب من منتجات امه ان شاء الله. طبعا في كميه محدده لازم تطلب عشان تاخذ الستاند فري، وهاي هاليومين ان شاء الله كلكم راح يوصلكم ان شاء الله. ويا جماعه اي حدا بده يطلب من منتجاتي، هاي الرقم، واي حدا حابب يستفسر اكثر هاي رقم الشركه يا جماعه، تقدر تطلبوا من منتجات امه سواء صالونات او محلات جمله او سوبر ماركتات او هاي الامور، تقدر تطلبوا تتواصلوا مع الرقم الشركه. واي حدا حابب يستفسر هاي حساب الشركه. شكرا استاذ يحيى.